الخلافُ لدينا مأمولُ. الرحمةُ الغراءُ للإيمان تهدينا. تشاهدون الآن نضرةُ النعيم مع شيخ محمد الشربيني. والرحمةُ الغراءُ بالخيرات تأتينا. الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتنا الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضرتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. ويحلو لي ويطيب أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمات التي أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، امتدادا للحلقة السابقة في موضوعنا خطورة الكلمة، هذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه ومدد من مدده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. تعالوا بنا نستكمل هذه الحلقة، ومرة ومرة أسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه وأن يدل خلقه به علينا ويفتح بدعوتنا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. أحبتي الكرام، معلوم أن اللسان هو ترجمان القلب وترجمان العقل، ما يدور في خلجات قلوبنا فاللسان يترجمه، واللسان أحبتي الكرام هو سلاح ذو حدين، الكلمة سلاح ذو حدين، فكم من كلمة أفرحت وكم من كلمة أحزنت، كم من كلمة أنشأت حروبا وكم من كلمة أطفأت فتن، كم من كلمة نكأت جراح وكم من كلمة ضمدت جراح، كم من كلمة أسعدت قلوب وكم من كلمة آلمت قلوب. فالكلمة أحبتي الكرام سلاح ذو حدين، قد يرتفع الإنسان بها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد يهوي بها في النار عياذا بالله من سخطه وعياذا بالله من غضبه. الكلمة إما أن تكون بناء وإما أن تكون تدمير. ولكن أحبتي الكرام في هذه العجالة أريد أن أبين أن الكلمة ليست مجرد حركة للسان، ولكنها تدل على سمة المؤمنين، بمعنى أن الرجل مخبوء خلف لسانه، إذا تكلم علمنا من كلامه هل هو مستقيم على دين أم أنه أمره سبهلله. أقول أكرر، الكلمة تدل على تدين الرجل، وصدق ابن القيم عندما قال إن السكينة إذا نزل برضها القلوب خشعت القلوب ويفيض الخشوع من القلوب إلى الجوارح فتخشع الجوارح، ثم يفيض الخشوع من القلب إلى اللسان فيخشع اللسان فلا ينطق إلا بالصواب والحكمة، بل إن السكينة
هي التي ترضع اللسان عن فحش القول وهجره. نعم، فنرى المؤمنين والمؤمنات إذا ما تكلموا فكلماتهم كلها نور. نعم، وصدق الحبيب المصطفى عندما قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم، أقول وأكرر أحبتي الكرام، قال النبي المصطفى: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بل هناك ارتباط وثيق بين اللسان والجوارح. قال النبي المصطفى: ما من عبد يصبح إلا والجوارح كلها تتوسل وتستغيث باللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فأقول مرة ومرة ومليون مرة الكلمة التي نخرجها أحبتي الكرام: إما أن ترفعنا إلى جنات ونهر، وإما أن تهوي بالعبد في دركات الجحيم، عياذا بك اللهم من سخطك. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يعني كلمة ربما لم نلتفت لها، خرجت هكذا، ولكنها من مشكات الإيمان وترضي رب الأنام سبحانه وتعالى. العبد بها يفوز بحسن الخاتمة. الله الله الله، ورب كلمة يقولها العبد من مساخط الله جل وعلا يكتب عليه بها سوء الخاتمة. نعم، الكلمة خطيرة أيها المسلمون عباد الله، الكلمة خطيرة، ربما آلت إلى تعمير وربما آلت إلى تدمير. ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ربنا في القرآن الكريم أمر العباد أن يتقوه، ومع التقوى يقول قولا سديدا، وضمن الله لهم أنهم مع التقوى والعبادة والقول السديد أن يفتح لهم أبواب الجنان، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يصلح لهم أعمالهم. انظروا إلى الآية التي إذا لم نخرج من درسنا إلا بها والله كفانا بها مكسب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول وأكرر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، السعادة، كل السعادة في حسن القول وحسن العمل، والعز كل العز في حسن القول وحسن العمل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. بل إن الحبيب المصطفى في منهجه التربوي صلوات ربي وتسليماته عليه، الحبيب المصطفى في منهجه التربوي ربط بين القول والآخرة، ربط النبي المصطفى بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين كلامنا الذي نقوله سحابة الليل والنهار. تأملوا أحبتي الكرام قول النبي المصطفى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انتبهوا، ماذا يصنع؟ فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال: فليقل خيرا أو ليصمت. ولماذا بدأ النبي المصطفى بهذه المقدمة التي فيها فعل الشرط التي تزلزل
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اسمعوا فليقل خيرا أو ليصمت، حتى يخبرنا النبي المصطفى أننا مسؤولون عن أقوالنا، وأن العبد سيسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، سنكتب ما قالوا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يا الله، نعم الإنسان مسؤول عن كلماته التي يقولها سحابة الليل والنهار. لذا كان من علمائنا محمد بن واسع من سادات التابعين، كان إذا تكلم بكلام كان يكتبه، فإذا كان في المساء حاسب نفسه عليه: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجاء رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لنا إلا الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إن الله تعالى في القرآن هو الذي ذكرنا بهذه الحقيقة، بل وأمرنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندنا أناس أساتذة ورؤساء أقسام في شهادة الزور، الواحد منهم شهادته تسبق تفكيره، سبحان الله. والنبي المصطفى هنا يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال النبي المصطفى: ليته سكت. ومن صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالله تعالى يأمرنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الرجل الذي يقول رأيته بعيني يفعل كذا، أو سمعته بأذناي يقول كذا، هذا الرجل محاسب أمام الله تباركت أسماؤه، ومسؤول عن قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كلك كان عنه مسؤولا. نعم، فلا بد أن تؤسس هذه الآيات قواعد الأدب في نفوسنا، ونعد من الآن للسؤال جوابا، لأننا سنعرض على العلي الأعلى تبارك وتعالى. إن معاذ بن جبل هو الذي قال لرسول الله: يا رسول الله، أو إنا محاسبون على ما تتفوه به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالشيخ أيمن، يا أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وجزاك خيرا مثله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب، وأنتم كذلك شيخ. وعفوا، أنا لم أتابع الحلقة من أولها، ولكني علمت أنك تتكلم عن خطورة الكلمة. الله، فالكلمة الكلمة خطيرة جدا، لأنه قد يدخل الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، ويخرج من الإسلام بكلمة، ويتزوج امرأة بكلمة، ويطلق بكلمة، بل وتقوم الحروب بكلمة، بل ويكون السلم بكلمة. فالكلمة خطيرة جدا. فأصبحنا الآن يا شيخنا في زمان تصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها ممزقة، وإذا أعراضها توضع على الموائد وعلى الشاشات والجرائد والمجلات للمناقشات وللأقوال التي والله تفزع منها الجبال العظام. فلا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كلماتنا. والكلمة يمسكها الإنسان، فإن خرجت منه أمسكته هي. الكلمة يمسكها الإنسان، فإن خرجت منه أمسكته هي. والله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. وإذا أراد الإنسان أو خاف على أولاده أو على ذريته
أو على ذريته من بعده فليتق الله عز وجل في الكلمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا سئل سؤالا يقول: انتظر يا أخي حتى أرى الخير في جوابي أم في سكوتي. فلا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلمة، وادعو الله سبحانه وتعالى لي بالشفاء. شيخنا الكريم جزاك الله خيرا، وإليكم الكلام واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن أسعدتنا والله، وأقول لك من قلبي: لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. ما شاء الله، معلومات حاضرة والأدلة جاهزة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك علما، كما أسأله سبحانه وتعالى لك موفور الصحة والشفاء، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ الحبيب سعيد. السلام عليكم. حي الله فضيلة الشيخ محمد طيب الحبيب. يا أهلا وسهلا شيخ سعيد. نور الشاشة ونورت مخنا يا شيخ محمد. حياك الله وبياك. الله ينور قلبك بالإيمان. وقولوا قولا سديدا. الله الله، يقول الله: وقولوا قولا سديدا. عشان كده يقول ابن مسعود: يا لساني كل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. لما دخل الفاروق عمر ابن الخطاب الأواب على الصديق الأطهر الأكبر، وجد الصديق يمسك بلسانه، فقال: ما هي أبا بكر، ماذا تصنع؟ قال له: إيه يا عمر، هذا الذي أوردني الموارد. أنا بقول لكل مسلم ومسلمة: أمسك عليك لسانك، كما قال عقبة ابن أبي عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنا مش عاوز أطول لأن حديثك شيخ شيخ محمد والكلام عندي كثير، لكن أنا بقول لحضرتك على الهواء مباشرة: نشتاق إلينا في قريتنا المتواضعة المباركة، قرية أم خنان وسنة ونفية، فلا تحرمنا منك شيخ محمد علي الشربين. أكرمك الله يا حبيبي، إن شاء الله ربنا يجمعنا بكم على الخير دائما. ومعنا صديق البرنامج أبو حمزة. يا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبك في الله. أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى. أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل وجهك مبيضا يوم القيامة. اللهم أمين يا رب، وأنتم كذلك. وأن يبلغنا وإياك نظرة النعيم في الجنة يا رب، وأنتم كذلك. شيخ الحبيب، أحببت أن أسلم عليك وأقول لأخي الشيخ أيمن: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم عليك الشفاء وأن يعافيك والمسلمين من كل سوء، وجزاك الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله أن يعيد إلينا شيخنا الحبيب حبيب القلوب الشيخ محمد حسان. أمين يا رب. بخير وسلامة. أسأل الله له السلامة والعودة غانما مأجورا بإذن الله. جزاك الله رب خيرا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة. أشكرك، جزاك الله خير الجزاء أبو حمزة. الأخت أم إسلام. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أم إسلام. ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك ويجزاكم الله خيرا جميعا. أمين. ربنا يعزك يا رب. أنا في الله يكرمك في شيخ في قناة الرحمة في رمضان قال حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا حفظت نصه بس الفعل يعني اللي في نصه ومش فاكرة أعمل. طب علي صوتك أم إسلام، أنا مش سامع. هو كان قال إن في أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: علمني، أنا مش عارف أحفظ القرآن، فعلمني كلمات إني يعني أقولها. فقال له: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فرجع له تاني علشان يتعلم حاجات للدنيا. أنا مش عارفة، أنا مش فاكرة هم الخمسة التانيين. بالله عليك أفدني الله يكرمك، لأن أنا من رمضان بحاول إن أنا أجيبهم ويعني نفسي أحفظهم. الله يعزك أختي الفاضلة. أنا يعني أول مرة أسمع هذا الحديث، وربما كان من الأحاديث الضعيفة الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أحاديث تسعد المستمع، ولكن هي في الحقيقة أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فإن شاء الله يبحث فيها عن السند. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى نعم النصير. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وبركاته. الأخ الكريم سامي. وسام صوت.
الأخ أسامة، السلام عليكم. الله وبركاته. مرحبا يا شيخي. مرحبا بك. والله نحبك في الله. أسأل الله أن يحبك. الحمد لله. أحبك الله. أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوب. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي جميع شيوخنا ويرجع شيخنا الشيخ حسان سليما إن شاء الله. يا رب. اللهم أمين. يا شيخي والله عندي سؤال محيرني جدا جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا أنا إن شاء الله عزمت وأراد الله سبحانه وتعالى أن أتجوز الجوزة الثانية إن شاء الله. فطبعا جوزتي الأولى زعلانة، وطبعا الواحد عزم وتوكل على الله بإذن الله جراد ربنا. فهل هذا في ظلم لها؟ طبعا أنا جميع حقوقها معطيها لها ولها بيت وحديه وديك لها بيت وحدي. هل في ظلم لها من الناحية الدينية؟ أنا عن نفسي مش مقصر في شيء. الظلم أنا الواحد مش عارف بعد حين ما بدي أفكر كده ما يتعب. هل أنا يا أخي الحبيب الكريم، كثير من الشباب يقدمون على الزواج الثاني ولكن من غير ضوابط، وأحيانا يقيم البيت الثاني على خراب البيت الأول. وعندنا قاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، بمعنى أنه إذا كان قد أنجب أبناء وسيخرب البيت الأول ويشرد الأولاد من أجل أن يقيم أسرة ثانية، فلتبقى الأسرة الأولى، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ولكن يعني إذا عدل، والله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولكن طبعا قدرات الناس ليست كبعضها، فإذا كنت ستعدل بين الزوجتين ويعني بالحسنى أدخل الخبر على زوجتك الأولى، وإذا فتح الله تعالى لك الأبواب ويسر لك الصعاب فتوكل على الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك وأن يوفقك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حجة هانم. أهلا وسهلا. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أنا سامعك، تفضل. أنا بكلم حضرتك من إسماعيلية شيخ محمد. يا أهلا وسهلا حجة هانم. أنا ليا بنت، ربنا يجزيك عنك كل خير يا شيخ، تطمن قلبي. أنا ست عندي 68 سنة. نعم. وجوز بنتي حصل سوء تفاهم بينه وبين بنتي، عمرها 35 سنة ومخلفة 3 عيال، وراح واخد بعضه ومشي على أهله. فرحت له فشتمني وغلط فيا، قلت له ما تخربش البيت يا ابني. قال لي روحي المحكمة اشتكيني. هو موظف في هيئة قناة السويس، كان فقير وربنا عطاه من مال. هل المال بيفتن الإنسان لدرجة ان يرمي عياله وطفلة عندها 6 شهور؟ وأنا صاحبة معاش، باخد معاش بقالي سنة ما صرفش عليهم تعريف. قلت له اتقي الله في ولادك، اتقي الله في ولادك. يقول لي روح اشتكيني، مش هتاخد الا 100 جنيه لكل عيل. وهو ده اللي حصل فعلا، اشتكينا وهو بياخد 5000 جنيه، وكل شهر اتحكم لـ3 عيال وامهم بـ450 جنيه من 5000 جنيه. اعمل ايه وانا باخد المعاش اضيعه عليهم، وانا عاجزه برجليا وعندي القلب وعندي الضغط، مش عارف اعمل ايه. يا ريت توجه له، قول له اتقي الله في عيالك. طبعا رسالتك وصلت حجة. نعم. وهذا نوع من انواع الظلم، والنبي المصطفى يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فيعني كونه قد وسع الله تعالى عليه، ونظرا ان الله تعالى وسع عليه، يتنازل عن أسرة فيها الصغير وفيها الكبير، طبعا هذا ظلم. والله تعالى سائله، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، وبرقية أسوقها له من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أن يتقي الله في أبنائه، لأنه سيسأل عن هذا الزرع الذي أهدره. ينبغي عليه أن يتقي الله، ومهما حدث من خلافات فالله تعالى يقول والصلح خير. نعم،
ولكن أخت الكريمة إذا أصر على عناده فالله تعالى هو الذي قال وأمرهم شورى بينهم، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال ابن عباس ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. يا ريت يعني نعمل جلسة فيها بعض العلماء وبعض طلبة العلم، ويجلس الرجل ويجلس أهلكم مع الزوج، وإن شاء الله يعني الجلسة ستتمخض عن خير إن شاء الله رب العالمين، وسيكون من بين الحاضرين من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربك حجة ويستجيب دعائك وأنت تدمعي هذه الدمعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرده لابنتك سالما غانما، وأن ينزع شياطين الجن والإنس من بينهما، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، معنا الأخ الحبيب مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدنا؟ يا مرحبا أخي مصطفى. الله يكرمك يا رب. كنت بس عاوز أسأل عن حاجة يا شيخ. اتفضل. دلوقتي أنا معايا مبلغ من المال وعاوز أتبرع بيه لبناء مسجد، ولكن في دورة مقامة لطلب العلم، فالدورة دي محتاجة فلوس يعني عشان خاطر تجيب كتب، تجيب كتب لطلاب العلم، بس صاحب المال عاوز يعمل صدقة جارية، فأيهما أفضل؟ ما هي الكتب لطلاب العلم من الصدقات الجارية؟ الكتب لطلاب العلم من الصدقات الجارية؟ نعم، من الصدقات الجارية. يعني أيهما أفضل، أن أنا أتبرع للمسجد ولا لطلاب العلم عشان يجيبوا كتب؟ لا يعني إذا ما هو طالب العلم هو الذي سيعمر المسجد، يعني نحن نقيم البناء ونترك المساجد خاوية، فأنا عندما أعد الدعاء إلى الله عز وجل وآتي لهم بالكتب وآتي لهم بالأدوات التي تخرج منهم داعية ويدرسون ويتعلمون، فهذا أولى أخي الحبيب الفاضل، يعني أولى مليون مرة من أن أقيم مسجد وأتركه خاوا على عروشه، فهؤلاء هم الذين سيحركون المنابر وسيحركون كراسي الوعظ، فينبغي أن نعنى بهم، لأن منهم طالب العلم الفقير الذي لا يجد حتى القوت الضروري، وأسأل الله أن يسددك وأن يوفقك. أحبتي الكرام الفضلاء، يقول النبي المصطفى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فبين النبي المصطفى أننا مسؤولون أمام الله تعالى عن كلامنا الذي نتفوه به سحابة الليل والنهار. نعم، من أجل ذلكم أحبتي الفضلاء الأخيار، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دائما يسألون الحبيب المصطفى عن النجاة، إذا كنا سنحاسب عن ألفاظنا وعن أقوالنا ماذا نصنع يا حبيب القلوب، ماذا نصنع يا رسول الله؟ عقبة بن عامر يسأل رسول الله ويقول له يا رسول الله من نجاه؟ فيقول له الحبيب المصطفى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم، الله الله، إذا أمسكنا الفضل من ألسنتنا، الله الله، إذا اقتنعنا برزق ربنا وليسعك بيتك، الله الله، لو بكينا بين يدي الله عز وجل على خطايانا، في هذا أحبتي الكرام سيكون لنا النجاة من قبل الله عز وجل. أقول وأكرر، النبي المصطفى يرد على سؤال عقبة، يقول له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم، كثير منا يتكلم وكأن الحساب على غيره كتب، كثير منا من يتكلم سحابة الليل والنهار بكلام يسخط العزيز الغفار وكأن الحساب على غيره كتب. يقول عبد الله بن عباس ما من شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. أقول أكرر، قال عبد الله بن عباس ما من شيء إلى طول سجن من هذا اللسان. ومن خطورة الكلمة أحبات الكرام أن أصحاب رسول الله لما وقعوا في حادثة الإفك، ونحن نعلم أن الذي تولى كبرها هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان دور أصحاب رسول الله أنهم نقلوا الحديث فقط، قالوا ألم تعلموا أن عائشة رميت بصفوان بن المعطل؟
قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رغم أنهم لم يخترعوا الحديث من بدايته، ولكن الذي أشعل الشرارة الأولى لحادثة الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول. دورهم أنهم كانوا نقلة للحديث، ومع ذلك قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن أعراضنا يا مسلمون ليست سبهللة، إن أعراضنا ليست سبهللة. أنا بينت في الحلقة الماضية أن المؤمن عرضه مصان حتى ولو كان على خشبة الغسل. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ثم كتم ما يظهر عليه وقت غسله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، نحن مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى عن الطعن في الأعراض. قال النبي المصطفى في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، ولكن إذا كان الحبيب المصطفى بيّن أن الكلمة سلاح ذو حدين، فأنا أريد أن أبين من خلال هذا المنبر الطاهر، منبر قناة الرحمة، أن النبي المصطفى كان في مناهجه التربوية يربي أصحابه تربية عملية على استخراج الكلمة الطيبة. طارة يقول لهم: الكلمة الطيبة صدقة، وتارة يقول لهم: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه، وتارة يأتيه الأعرابي الجلف الذي لا يحكم لفظه، يأتي فيقول لرسول الله، أعرابي أقبل على رسول الله وأمسك مجمع ثوب، أمسك مجمع ثوب النبي وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فقال النبي المصطفى: أعطوه من مال الله. ثم قال: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت ولا أعطيت ولا أجملت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. والصحابة يتميزون غيظا، والنبي المصطفى يشير إليهم أن كفوا عنه. ثم دخل النبي المصطفى داره وأتى بعطاء جزل وأعطى الرجل، فلما شبع قال له: هل أحسننا إليك؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: قل ما قلت بيني وبينك أمام أصحابي فإن في نفوسهم مما قلت شيئا. فخرج النبي المصطفى خلفه وقال: يزعم هذا الأعرابي أني أحسنت إليه. فقال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت يا رسول الله وأكرم بك من أهل وعشيرة. فقال الحبيب المصطفى مربيا لأصحابه: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة شردت منه فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها، ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انظروا إلى تربية رسول الله، استخرج من الرجل الكلمة الطيبة بكرمه. يقول العلامة الإمام الغزالي، يقول: ما المال في أيدي العظماء الكبار إلا قمام الأرض تستناخ به الرواحل الشاردة. فلا يستبعد أن يطلب النبي المصطفى هذا الرجل الأعرابي الذي عالج النبي خلل قلبه بحطام الدنيا الزائل، لا يستبعد أبدا أن يحتاجه النبي المصطفى في عمل فدائي للإسلام، يقدم عنقه لدين الله جل وعلا فيقدم عنقه لله عن طواعية. نعم إنه طبيب الأمة، إنه مربي الأمة صلوات ربي وتسليماته عليه. أرأيتم أحبتي الكرام كيف أن الكلمة الخبيثة السيئة توغر الصدور، وكيف أن الكلمة
الطيبة تنزل بردا وسلاما على القلوب كالقطرة من الماء تنزل على الظهرة الظمآء. أقول وأكرر، كالقطرة من الماء تنزل على الظهرة الظمآء. نعم، بل إنني أقول من خطورة الكلمة قد يقول الإنسان كلمة فيقتل بها. وصدق ابن السكيت عندما قال: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، ومن أعجب العجب أنه مات بعثرة من لسانه. قال له الخليفة ذات يوم: هل أبنائي أحسن أم الحسن والحسين؟ فقال له: إن حمار الحسن والحسين أفضل منك ومن أبيك. فقال الخليفة: سلوا لسانه من قفاه، فقطعوا عنقه ومات بكلمة، رغم أنه هو الذي قال: يموت الفتى بعثرة من لسانه وليس يموت من عثرة الرجل. وقديما قال العلماء: أحبة الكرام، جرح اللسان لا التئام له، وجرح السنان يعني السيف ربما كان له التئام. نعم، فالكلمة من خطورتها قد تودي بحياة الإنسان، فينبغي أن يمسك الإنسان بالكلمة التي ربما عادت عليه بالهلاك والبوار. وأنا لا أريد أن أذهب بعيدا وأنا أتعلم من مبادئ الإسلام الجمة العظيمة، أن الإسلام أمرنا بالرفق حتى مع الطغاة، الإسلام أمرنا بحسن المنطق حتى مع الطغاة. أنا وقفت خاشعا وأنا أتأمل فرعون عندما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، رغم أنه هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك الله جل جلاله يقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الإسلام يأمرنا أن نتكلم حتى مع الطغاة ونحن في مقام الدعوة بالقول اللين، بالقول الهين، بالقول الجميل، فكيف بإخواننا المسلمين؟ كيف بأحبابنا؟ كيف بأهلينا؟ وكيف بعشائرنا؟ وكيف بذوي أرحامنا؟ من باب أولى أن نسعد هؤلاء بكلماتنا التي تنزل على قلوبهم بردا وسلاما. أيها المسلمون عباد الله، ولكنني هنا أفصل بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومقام الجهاد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما دام الإنسان يا مسلمون في مقام الدعوة حتى مع أشد الناس كفرا ينبغي أن يلين في قوله. نعم، إن النبي المصطفى مع رئيس النصارى عدي بن حاتم ألان له القول حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. نعم أحبتي الكرام الأخيار، ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلماته العطرة التي تقطر الشهد والعسل يبين لنا خطورة اللسان وأنه فعلا سلاح ذو حدين. يقول ابن القيم: إن العبد ليأتي بحسنات كأمثال الجبال يهدمها لسانه، وإن العبد ليأتي بسيئات كأمثال الجبال يهدمها لسانه بذكر الله ذا العزة والجلال. عايزين بقى نرجع لقول النبي المصطفى: فليكن خيرا أو ليصمت، بمعنى أنني لو عودت اللسان على ذكر رب الأنام تباركت أسماؤه مهما كانت ذنوبي ولو كانت كأمثال الجبال سيهدمها لساني بذكر ذا العزة والجلال تباركت أسماؤه. نعم، فليقل خيرا أو ليصمت، ينبغي أن نعود هذا اللسان، لابد أن نعوده الجميل من القول. وأنا أعجبني ما قاله الشيخ أيمن عن سيدنا أبي بكر أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد،
وقرأت أيضا عن عملاق الأمة أبي بكر الصديق أنه كان يضع حصاه تحت لسانه حتى تمنعه من الكلام بغير ذكر الله تباركت أسماؤه. نعم، بل إنني وقفت خاشعا أمام عملاق من سادات التابعين اسمه عبد الله بن وهب، كان يحاسب نفسه في الغيبة، كان إذا اغتاب أحدا كان يصوم، يقول كنت أصوم وأغتاب فأجهدني الصيام فألزمت نفسي أنني لو اغتبت إنسانا أن أتصدق بالدينار، فغلبني حب الدراهم فكف لساني عن الغيبة، فكف لساني عن الغيبة. وأنا أتمنى أن نجرب هذا المعنى، لو أننا اغتبنا إنسانا نخرج مثلا 100 من الجنيهات أو 50 جنيها مثلا تأديبا لأنفسنا، حتى ندرب ألسنتنا على الجميل من القول. نعم، كلمة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان يأتي بحسنات كأمثال الجبال. والله أنا عجبت للرجل الذي صام وقام وتلى القرآن في رمضان وفعل الخيرات واعتمر وفعل ما يقربه من الله تباركت أسماؤه، وبسهولة ويسر يقدم كل هذه الحسنات لمن نهش في أعراضهم. إن سلف الأمة الصالح كانوا يعنون بهذا المعنى. الحسن البصري قال له رجل: سمعت أنك تغتابني. قال الحسن: أنت لم تبلغ عندي من الأهمية أن أضحي بحسناتي من أجلك، حسناتي غالية. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه أرضاه: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أحق الناس بحسناتي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. فالمغتاب الذي يطعن في أعراض الناس بالليل وبالنهار، أذكره بقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقي الله يا أخي الحبيب، وامسك لسانك عن أعراض إخوانك، واعلم أنك إذا تساهلت بهذا المعنى تبددت حسناتك حتى تأتي يوم القيامة صفر اليدين، كما بين النبي المصطفى أن هؤلاء الأرازل سيأتون يوم القيامة مفلسين في الحديث الذي ذكره النبي المصطفى بهذا المعنى، فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا ووقع في عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسنات الظالم يوضع فوق حسنات المظلومين، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليه ثم كب على وجهه، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه. والله يا مسلمون، وأنا أحضر في هذا الموضوع تعجبت من سلف الأمة الصالح من خوفهم من خطورة الكلمة. والله يا مسلمون، رأيت منهم من ألزم نفسه ألا يتكلم حتى الكلام العادي إلا بكلام ربنا العلي سبحانه وتعالى، نعم، من خوفه من سطوة اللسان. نعم، قرأت عن عبد الله بن المبارك وهو قادم من رحلة الحج، وجد امرأة ضالة في الصحراء، وجد سوادا اقترب منه، فوجد امرأة عجوز، فلما اقترب منها أحبة الكرام الفضلاء قال: السلام عليكم ورحمة الله. قالت: سلام قولا من رب الرحيم. قال: لماذا أنت هنا؟ قالت: ومن يضلل الله فما له من هاد. فعلم أنها ضلت الطريق. قال: إلى أين تذهبين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم أنها انقضت حجتها ويممت وجهها إلى المسجد الأقصى. قال: يا أمي، أنت ليس معك ماء للوضوء، كيف تصنعين؟ قالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: وأين طعامك؟ قالت: هو يطعمني ويسقين.
قال لماذا لا تتكلمين كما نتكلم؟ قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ألا أوصلك إلى المكان الذي تريدين؟ قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. الله الله الله، بلغ بهؤلاء لهذا الحد أنهم ألزموا ألسنتهم ألا تنطق إلا بكلام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا التقيت قبل أن ألتقي بحضراتكم مع هذا الشاب الذي لا يحسن شيئا إلا كلام الله، والله اندهشت، قلت سبحان من أعدك وأمدك، يحفظ كلام الله. يعني الأستاذ ملهم قال لي اسأله، فسألت في بعض الآيات يذكر الجزء ويذكر الصفحة ويذكر الحزب ويذكر السطر ويعلم القراءات العشرة ويعلم لغات كثيرة، يعني قرأ القرآن وترجمه بالإنجليزية ويترجمه أيضا بالفرنسية، وهو لا يحسن إلا كتاب الله. قلت هذه آية من آيات الله، لأن الله تعالى هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيا ليتنا نلزم ألسنتنا كتاب الله، ويا ليتنا نلزم ألسنتنا ذكر العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأيضا أحبتي الكرام الأخيار في هذه العجالة، أريد أن أبين أن الكلمة ربما آلت بصاحبها إلى النار وربما آلت بصاحبها إلى الجنة. وطبعا الدليل على أنها تؤول بصاحبها إلى النار قول النبي المصطفى وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أما قول الإنسان يؤول به إلى الجنة، النبي المصطفى قال فيما يرويه البخاري ومسلم واسمعوا معه من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه تضمنت له بالجنة. أقول وأكرر، قال الحبيب المصطفى من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه تضمنت له بالجنة. بل إن الأعرابي الذي أقبل على رسول الله وسأله فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني ربنا به الجنة، فقال أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فأمسك عليك لسانك، فإن لم تطق فأمسك عليك لسانك. يعني إذا لم يطق أن يطعم الطعام ولا يسقي الظمأ ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إن أمسك لسانه فإمساك فضول اللسان طريق يؤول بنا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ابن القيم من العجيب أننا نرى الرجل يتورع عن أكل الحرام ويتورع عن الكذب ويتورع عن شرب الخمر ويتورع عن الظلم، ولكنه لا يسلم المسلمون من لسانه آناء الليل وأطراف النهار. أتمنى أحبتي الكرام أن نراجع أنفسنا بعد سماع هذا الكلام ونضبط ألسنتنا، ومن اليوم نخاف من الكلمة، فإن الكلمة أيها المسلمون عباد الله إنما هي خطيرة خطيرة. يقول ربنا في كتابه العظيم، يقول ربنا في كتابه الجليل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد كل كلمة تتفوه بها ألسنتنا. أحبتي الكرام الفضلاء، بل قال علماؤنا منهم بكر المزني قال كلمة رائعة إن لم نخرج من درس اليوم إلا بها، والله يا مسلمون كفانا بها مكسب. قال إذا رأيتم الرجل مولعا بانشغاله بمعايب الناس عن معايب نفسه فاعلموا أنه قد مكر به. عندنا أناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا منكم
لا عمل لهم إلا أعراض الناس، يظل يتلصص على أخبار الناس، ففاكهته عندما يجلس أعراض الناس، يريد أن يعلم أخبار هذا وأخبار ذاك. وأنا أريد من كل من يسمع لهؤلاء الأفاكين أن يعظهم لله عز وجل، وأن نقول لهم أمسكوا عليكم ألسنتكم، وأن نتذكر قول النبي المصطفى: من رد مقولة منافق في مؤمن رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم، إن الله تعالى زكى المؤمنين الكبار فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فينبغي ألا نسلم أسماعنا لهؤلاء، فمن استمع للمغتاب الذي ينهش في أعراض المسلمين فهو شريك في الإثم وهو شريك في الجريمة. أحبتي الكرام الفضلاء، ولكن في هذه العجالة لأمانة الكلمة فإني لا أريد أن أضيع عليكم فائدة، أريد أن أبين بعض الصور من غثاء الألسنة حتى نتجنبها أحبتي الأخيار الفضلاء. صورة من صور غثاء الألسنة: الغيبة في قالب التدين، بمعنى أننا نرى من المتدينين من يقع في عرض إخوانه أو في أعراض إخوانه تحت ستار التدين. نعم، يدخل علينا فيقول: فلان أنا لا أريد أن أغتابه، غفر الله لنا وله. طيب أنت بذلك خبرتنا أنه كله معايب، وأنت بذلك قد اغتبته. إن الحبيب المصطفى لما سمع زوجة من زوجاته تشير بكفها وتقول: يا رسول الله ما يعجبك في صفية إنها، وأشارت إلى قصرها، فقال لها النبي المصطفى: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجت. والفلاحون يقولون: كلمة تنجس بحرا. الفلاحون يقولون: كلمة تنجس بحرا. فالنبي يقول: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجت. وأحيانا نتهم الناس في نياتهم، يأتي الرجل المتدين ويسيء الظن بإخوانه ويقول: هذا الرجل خبيث النية. وهنا أقول له إن النبي المصطفى هو الذي قال: أنا لم أومر أن أشق عن صدور الناس، أنا لم أومر أن أشق عن صدور الناس. والنبي المصطفى هو الذي قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. طيب ماذا نصنع يا رسول الله إذا غلبنا الظن السيء بإخواننا؟ قال النبي المصطفى: إذا ظن أحدكم فلا يحقق. بمعنى أننا لا نبني أحكام على ظن سيء أيها المسلمون عباد الله. أيضا من الأمور التي هي من غثاء الألسنة عندما نتناقش مع بعضنا، بعض الناس يعتقد أن نصر الدين لابد أن يرغو ويزبد ويرتفع صوته، وأنا أقول له: هذا ليس فيه أدب الحوار. إذا كنا نتحاور فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. إذا كنت تقرع الحجة بالحجة، ما الداعي إلى علو الصوت؟ ما الداعي إلى التشنج؟ ما الداعي إلى الكلمات الرزلة والنزلة؟ إن حاتم الأصم لما سألوه وقالوا: كيف تنتصر على خصومك وأنت عيي في لسانك؟ قال: أنتصر على خصومي بثلاث: أفرح إذا وفقوا في الحجة والبيان، وأحزن إذا أخفقوا في الحجة والبيان، وأسلم خصومي من سوء مقالتي. سمع أحمد بن حنبل مقالة حاتم فقال: والله ما أعقله، والله ما أعقله. أيضا من غساء الألسنة التحليل والتحريم في دين الله من غير علم ومن غير فقه. نعم، هؤلاء المتجرئون على الفتية أقول لهم: اتقوا الله جل وعلا، فإن علماءنا منهم مالك بن أنس عرضت عليه 48 مسألة قال في 32 منهن لا أعلم. نعم، وقديما قالوا: من قال فيما لا يعلم اتهم فيما يعلم. فلا نحلل ولا نحرم من رؤوسنا، ولكن الله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي نهاية المطاف أختم بقول النبي المصطفى: يا معاشر المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه حتى في عقر بيته، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: فيا مسلمون، أمسكوا ألسنتكم عن الإثم والمعصية، ولا تنطقوا إلا بمراض الله جل وعلا، ولا تنسوا قول النبي المصطفى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحبتي الكرام الفضلاء، كنت معكم الليلة في روضة من رياض الجنة، وسعدت بكم أيام سعادة، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت دخلونا في هذه الليلة بمداخلتهم التي أثرت الحلقة، جزاكم الله خيرا. إني والله وتالله وبالله أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قناة الرحمة الغراء.